أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار من راديو نفزاوة. نفذ اليوم أهالي عمادة بازما وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا منهم على استثناء البعض من أهالي المنطقة من حقهم في الأراضي الاشتراكية اللي تم تقسيمها وتوزيعها على البعض دون الآخر على حد تعبيرهم، واللي اعتبروا أنه نسبة البطالة الكبيرة في القرية حلها الوحيد تمتيع الشباب بحقهم في الأراضي هذه لبعض مشاريعهم وتحسين وضعيتهم. أكثر تفاصيل مع أحد المحتجين لميكرو الزميل عزيز كاروس. هي في اطار مطالبه جزء من المواطنين الموجودين في القريه. الاراضي الاشتراكيه هي اسمها مصور يتم عن اشتراكيه كل المواطنين الموجودين داخل القريه. الموضوع هذا منذ في 2011 تقريبا من بعد الثوره اتخذ الاجراء هذا في اطار سعي لتحقيق هدف الثوره من بينها كل المهمشين والمعطلين عن العمل. فالموضوع تقريبا خذي حظه تقريبا يجي سنتين او ثلاث سنوات، لكن ما رانا الا وقع الانتكاس خاصه ان الموضوع هذا يمس كل المواطنين، فكل المواطنين الموجودين داخل القريه هم لهم الجنسيه التونسية ولا هم الإقامة موجودين ومقيمين في القرية، فوقع التقسيم عشائري بصراحة. هذا يخلي الاحتقان ربما يوجد، حتى الناس ضد هالاحتقانات هذه، ضد هالضربات الضربات الفوضوية. فنطالب فقط هل الحق هذا، يعني البلاد هذه هي تابعة للبلاد التونسية ومن حق كل مواطن فيها أن يتمتع، وخاصة نحكوا على المهمشين والمعطلين، ما عندهاش جزء من المسافة، ما عندهاش سافة، كيفاش تنفيه وتستثنيه من الحق؟ تأمين حضور الوافدين على المهرجانين من مختلف ولايات الجمهورية والسياح ومواطنين بالخارج والإقامات وضمان السلامة الأمنية وحسن سير المهرجانات في أفضل الظروف هي أهم المشاغل والتحضيرات اللي تقوم بها السلطة الجهوية بقبلي استعدادا للمهرجانين الدوليين بالجهة. هذا ما صرح به السيد هاشم الحميدي والي قبلي عبر موجات إذاعة نفزاوة. كل الاختصاصات الأمنية على أساس أنه باش يقع تدعيم أعوان الموجودين من الحرس والشرطة وكل الفرق المختصة بتعزيزات هامة وعدد كبير، ووفرنا لهم بطبيعة الحال ممكن المستلزمات اللوجستية وذلك لإنجاح هذه المهرجانات. وشيء نأكدوه وأنه ثم إقبال كبير وتوافق كبير جدا، معناها الوافدين على النزل ولا حتى على الإقامات الخاصة أو على الإقامات في دور الشباب أو في ممكن المبيتات نتاع بعض المعاهد والمبيتات الجامعية، يعني ثم توافد كبير وكبير جدا، خاصة بعد الفقرة الترويجية اللي قمنا بها يوم الخميس في شارع الحبيب بورقيبة واللي بإشراف وزارتي السياحة والثقافة، واللي معناها ركبوا عشرات الآلاف من المواطنين، واللي بطبيعة الحال مش يكون عندها انعكاس مباشر على توافد الناس. الاثنين والثلاث وفي بداية كل أسبوع تشهد قبلي حركية تجارية كبيرة تتزامن مع السوق الأسبوعية اللي رغم أهميتها إلا أنها تخلق بعض المشاكل خاصة لدى المتسكنين قرب السوق، وتتمثل المشاكل هذه في عدم رفع الفضلات مما يتسبب في تلويث المحيط حسب تعبير الأهالي اللي طالبوا عبر إذاعة نفزاوة بضرورة تدخل البلدية لحل هالإشكال. السوق الاسبوعي يجي شانت، انا نسكن مقابله ونعرفهم يوميا، معناها يجوا. اما بالنسبه للسوق الاسبوعي نهار ثلاث يجوهم نهار الاربعاء الصباح، شانتي كامل كاميون والدركتور ونتحدى يدوروا فاست السوق، وعمرهم لا كان يهزوا حاجه، يلمدوا شوي قالوا كساشيات وكشيكاير وتمشي تدور في فاست السوق تايده سردينه وفول وترشنيه الفضلات، واللي يهز الريح يهز. انا مواطن الوطنيين هذوكم الكل غرب السوق، اسال من دار لدار ما فماش دار ما عندهاش مشكله الساشيات ومشكله الشكار وكوار تاع السوق، كلها كي دخلت للحوانات وفيران وهوايش وتشكينا وشكينا، مشينا البلديه ولا واحد منهم تحركت لشعاره ولا جي ولا نظف ولا مثلا نحونا مسحونا التراب هذا من قدام الحوانات، وجو يطلبوا في الاداءات وجو يهزوا في الفلوس على الاشهارات وجو يهزوا في التيندا وجو يخلصوا في المكس، ولا عاملين لنا حاجه احنا باش نستنفعوا بها. هم يحبوا يستنفعوا بفلوسنا واحنا مشنا مستنفعين حتى بحاجه من نظافتهم والا مسؤولياتهم. في الشأن الثقافي تتوجه فرقة بلدية دوز للتمثيل اليوم 14 ديسمبر 2015 لمدينة أدرار بجنوب الجزائر للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان المغاربي للمسرح النخلة الذهبية بمسرحية شيرشار. ببادرة من هيئة المهرجان الدولي للتمور بقبلي وللمساهمة في الحركية الاقتصادية لهالموسم، تم تنسيق مع السلطات المعنية بسوسة لترويج كميات من التمور بعد تدارس أسعارها، وذلك لكل من يهم الأمر من الفلاحين الراغبين في بيع منتوجهم، وتحمل المبادرة شعار التونسي يحب يشبع بالدقلة.
وفي أخبارنا الوطنية، تونس تطلق رسميا مشروع المبادرة الخضراء للمتوسط اللي يعتزم تركيز 36 آلة رسكلة للقوارير البلاستيكية والعلب المعدنية ب 36 مؤسسة تربوية في تونس الكبرى. ويهدف المشروع لدعم الممارسات البيئية المستديمة على مستوى المدارس وتطوير مقاربة أيكولوجية للتصرف في النفايات. وآخر خبر، تم أمس الأحد 13 ديسمبر بالقاهرة الإعلان عن إطلاق اتحاد الإعلاميات العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، يضم نساء عاملات في الحقل الإعلامي من مختلف البلدان العربية. وتم إطلاق هالاتحاد بمقر الأمانة للجامعة العربية بحضور أعضاء في الحكومة المصرية ومدير إدارة الأعلام بجامعة الدول العربية، بالإضافة لعدد من السفراء العرب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة. ويضم الاتحاد في عضويته إعلاميات من 61 دولة عربية يمثلن عددا من المؤسسات الإعلامية. نهاية النشرة، قدمتها لكم مبروك عزوز، في أمان الله.